السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من بعد ما ساليت هذا الجليلبه اللي شاركت معكم التطبيق ديالها، قلت نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش طلعت. اذا رجعتوا للقناه تلقاو التطبيق ديال هذا الموديل، وشاركت معكم ايضا الفتحه ديال العنق، شاركت معكم الهبطه اللي عملت تحت نصف طوق. ومن بعد ما ساليتها قلت نوريكم الشكل النهائي. هي هذه هي الهبطه اللي عملت تحت الجلابه ديال نصف طوق، عملت لها ثنائيه وزوقتها بهذا اللوين اللي خديته من الالوان اللي دخلت على الجلابه. امام والقاب عملت لهم الطرس المغلف كما كتلاحظوا معايا. النهائي ديال الجلابه اللي خدمت معكم، نتمنى تعجبكم هاد الجليلبه وتستافدوا من طريقه الشرح ديالي. وإذا كنتي أول مرة كتزوري القناة، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس باش توصلي دائما بالجديد في الرندة إن شاء الله. وما تبخلوش عليا بلي لايك طبعا إذا عجبكم الفيديو، وخليكم فرجة ممتعة. نتلقاو فيديو آخر إن شاء الله.